اسمعوا معايا اسمعوا العلم النيفو ديال العلم الله العظيم. قال لك الحاج اسمع اسمع الله يرحم لك الوالد قال لك العصبة تاع سان داونز باتفاق القجع وموت سيبي والخطيب اي وي 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 والعام المقبل تاع الاهلي والعماري عارف هادشي وسارح البشريه ترى النيفو طالع عندي جا خطيب موت سيبي وقالوا لي قالوا شو عماري هاد العام حنا سان داونز حنا رئيس الاتحاد الافريقي فرقتي العام الجاي القجع دار زوين مع الخطيب قال لي انت خذها ياك وانا عارف وما انا صيدتهم ما قلتش الموت سيبي والخطيب راه النصيري كيفيق حتى الدومي فينال كيفيق كيلقى راسو في الدومي فينال كيقول محاس دومي فينال الله جماع حيد هذا كيجي انت بك يلقى كيلقى راسو في الفينال هذا هو الافير ما عرفوهاش ما عرفهاش هذا عرفتي شحال مره صيفط لك شتي سان داونز غتعطي قتله للوداد بحال كي دارت السيتي للريال وي 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 ترى النيفو طالع واحد اللي والله ما بغيت نتلاقى به نشوفو غير كيفاش داير الحاله ديالو هو سميتو رابي سماتي كالكيلا الوداد دات تشامبيونز ليغ ولا تكاليفات ثلاث ايام ما ناش كي غيدير الحاج ثلاث ايام ما ينعس بحال المصريين مصريين الحاج سيمانة داك الفايق وداك اللي ضرب بيلانتي في حياته سميتو داك بولحية سميتو داك منعيم هذاك الاخر هذاك غندور 99.99% الوداد مقصية كلهم بدون استثناء أمنية ديالهم هي الوداد تقصى ماشي مشكل سان داونز ضرباتهم بخمسة هاد العام والعام اللي قبل منه ضرباتهم ماشي مشكل على الوداد غتقصى 99 قال لك واحد ما عندهاش حضور حضور ما عند حامل اللقب ما عندوش حضور عرفتي المصريين غيتسطاو غيحماقوا جهلوا تسطاو مساكن حيت غاشوبير كيبقى انسان غيزونابل كيفهم قال لهم الوداد ما يمكنش تقولوا ما عندهاش حظوظ انه حامل لقب عنده تجربه عندكم عاوتاني بدا تخرجوا لي تقول لي الاهلي وداك الشيء راه وجد لكم انا شوف عادي شوف والله يشافي الله يشافي الله يشافي حنا مسامحين والله شوف شوف الحاج الدار الكبيره بغيت غير تمام ما فيها باس يشرحوا لينا من بعد ما الوداد مع الربعه تكاليفات شنو وقع للسيمو هذاك اللي قال لك ماتش غيسالي بكري وما غيجيكمش شوف شوف عادي شوف والله الا بغيت نعرف شوف 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 بغيت نعرف غادي تخف لا لا شوف عادي لا لا شوف شوف اذا ولا فايق ولا هذاك قال لك الوداد ما لهاش حدود ياك اخويا بلاش عيط لي عليهم ندوزهم واحد خصهم يكونوا رجاله انا والله الا عجبني الحال شت الجعدي داز معاهم في الاذاعات ديالهم شت بن عبيشه شت ناظر الوداد ديال شتي اللعابه انا جاي نرجع شتي اللعابه ساعدين ما خصهمش يدوزوا دابا واخا المهم حنا دابا لا اسمعني الحاج حنا كنهضروا على لا كومينيكاسيون دابا مزيان طيب داز معاهم الجعدي ماشي مشكل هضر مزيان انا ملي شفتهم دازوا قلت سي تخي بيان مزيان اراك انا نديروا اراك ليا جبنا النمره ديال الشحات جاوب الو حبيبي والله ما قصرت حبيبي شو كي داير داكشي كي حنا راديو مارس قال يا حبيبي راديو مارس والله حنا بنحبوك كثير وكوب دي موند وداكشي كي ورا شوف راه بالعشيه بغيناك حتى انت تدوز معنا راه شتنا جديد زعما على القلب والخاطر وداكشي دزت من عنده مشيت للغندور اجي وليدي الغندور اجي عليك كنقلب الغنيضير يدير لاباس والله فرحنا للوداد باينه بينا فرحتوا لي الوداد الله يا خويا عادي الامام ومضاربه معاه فرحنا ليكم وكذا انت لعب ضده فرحتي سبحان الله شوف الغندور احنا كنتفرجوا فيك وراك عزيز علينا قال لك تحريكه باش تجيبوا والله بغيناك تدوز معنا قال لي يا الله ما كاينش مشكل ومعاش كثير غادي نبداو ليميسيون على من 6 ل 8 شوف انت قال لي ما كاينش مشكل انا مع 6 عيط عليه ومسكين بولو يدو طابو نسمعو تك 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 نقولي شديتي شي فايق وما كاين لا فايق لا غندور تا واحد بورتي ديسباري كلشي طفى التليفون لا واش من 6 هادي 6 ديالنا ولا ديالهم شوف غير معايا والله ما خديتش حماق انت تسطع اصاحبي تشوف وما كاينش الحياد اصاحبي وكلشي كيقول لك الوداد 99 حيت كلاو 5 يسحبوا الوداد ترى الوداد هادي واش الوداد الامه واش تم 6
شنو حماقة هادو تسطاو الحاج؟ واش غدير المصريين مساكن دارو دارو عاوتاني راك لي عادي الإمام وداك الشيء محمد رفت الهجان وداك الشيء ما عندهم ما يدير وداد الأمة في دارو لقاو عاوتاني دونور كيدور والخلعات لقي مني راك لي عاوتاني الرواج عاوتاني الأفلام وداك الشيء عاوتاني لا من دابا ترى من دابا عاوتاني يبقاو يفكروا في مترجي يا ربي يا ربي ما داك وغادي يبدا يقولوا لك عقدة والنصيري لا وداك الشيء ديال زاد ديال النصيري اش دير لهم الحاج النصيري ما كيمشيش لعندهم ما كيمشيش لعند المصري كيعيطوا عليه كيقولوا لي اجي 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 تحضر اجي العشاء اجي كيقول لهم شوفوا تجيو ونعرض عليكم كاملين اجيو عيطوا عليه هذاك النهار سولوه قالوا ليه بغينا نشوفوا جبران ويقول لهم شكون هو احسن لاعب عندكم شكون عطوني ما كنعرفش السميات شكون احسن لاعب عندكم شحال بغيتوا فينا نشري من عندكم دابا حيد سير حيد جرى عليه راه هذا الخطيب بغى حماق بغى غير يشوف النصر يتلاقى معاه كيقول لي واخا مرحبا ما مساليش كاين خويا طلال والدريب وعبد المجيد قادي الغراض ودريس مرباح كيمشيو جوده وداك الشيء وراك الفراجه المعلم